كأنه ذات المشهد في ثورة فبراير، نفس كلمة ارحل ولنفس الأسباب تقال، فساد وإقصاء وتهميش وجان واحد وإن اختلفت أدواته. المؤسسات والمرافق الحكومية تعمها الفوضى، واحتجاجات واعتصامات يقوم بها الموظفون والعاملون بعد أن ضاقوا ذرعا من سلوكيات عناصر الميليشيا التي لم تكتفي بنهب الدولة لتصادر حتى مستحقات العاملين. من مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر هذه المرة وقفة احتجاجية يندد فيها الصحفيون والعاملون من موجة إجراءات تعسفية ممنهجة ومتعمدة وفق أسس مناطقية يقوم بها النائب المالي المعين من قبل الميليشيا حد قولهم. ما يجري في المؤسسة نموذج لا يحكي حال الإعلام والوسائل الإعلامية فقط، بل حال بلد بأكمله. فمنذ سيطرة الميليشيا على الدولة ومؤسساتها شرعت في تحويلها إلى إقطاعيات خاصة بها تستغل سلطتها وتسخر الموارد لتمويل حروبها الداخلية ولإثراء قادتها على حساب تجويع ملايين اليمنيين.